قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. داليا، جنى، ممكن أناقشكم بأمر؟ تفضلي يا ريماس. أكيد تفضلي. ما تحسون إن ريما صايرة تعصب بسرعة؟ إلا والله أنا ملاحظة عليها ترد بعصبية، وأنا قلقانة عليها صدق. معلش يا بنات، هي صديقتنا ولازم نتحملها. لا، لكن خطأ يا جنى. صحيح إنه غلط، والمفروض إن نتحملها ولازم نغير أسلوبها. أخاف إنها تتفهم غلط وتحس إننا نتدخل بخصوصيتها. لا، ريما صديقتنا ولازم تقتنع بكلامنا. هي حتتقبل أكيد يا بنات، بس وين المشكلة؟ وين؟ أنا هي مو حاسة إنها قاعد تنفعل تتعصب، قصدي يعني. يعني قصدك إن ريما عندها مشكلة ومو عارفتها ومو قادرة تغير من أسلوبها؟ قصدها جنى، قصدها داليا، إن إذا قلنا لها أنت ليه تعصبين بتقول أنا مو معصبة. إيوة هذا قصدي بعد. طيب والحل؟ ريما بنت ذكية، لو فهمت إن عندها خطأ أكيد بتغيره، بس كيف نقنعها؟ هذه وكيف نقنعها؟ أنا عندي خطة. وش هي؟ إلينا بالخطة بسرعة يا داليتي العبقرية. طيب أول ما تيجي ريما نحكي لها إن واحدة مننا معصبة، وبعدين ونشوف رأيها بالانفعال والتعصيب، وبعدين نحاول نستفزها. نقول لها شفتي؟ فكرة حلوة، بس كيف؟ وبعدين حسوي حاجة، بعدين لحظة لازم أقول لكم. تعال. فكرة حلوة. أنا يعجبني تفكيرك يا داليا، أنت عبقرية. شكرا. ريما جت بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلين ريما، جيتي بوقتك لأن ساعة ننصح جنى لا تعصب. أنا ما أعصب يا داليا لو سمحتي، كم قلت لك مرة أني أنا ما أعصب؟ هدي يا جنى، الموضوع ما يستاهل. أولا، ثانيا، الغضب مو من أخلاق المسلم، لازم ما تعصبين عشان صحتك وعشان تكوني بنت رائعة. يلا بنات اجلسوا. بنجلس يا بنات، بس بقول لك شيء يا ريما، بس أك سؤال. هل أنت تنفعلين؟ لا، ما أحب الانفعال أصلا. ولا مرة عصبتي؟ لا، وش أعصب؟ أنا أصلا ما أحب التعصيب والانفعال، كل شيء ما أحبه. ريما، في جوالي في لعبة رهيبة، ايش رايك تلعبين؟ وما قدرت بعد اعديها، ايش رايك تلعبينها لي؟ يلا هاتي. نجحت الخطة. ريما، اصبروا. ريما، يا ريما، ريما، نبي نكلمك. ريما اسمعينا. يوه، ايش فيكم؟ خلوني اكمل. ريما اسمعينا. ريما، نبي نكلمك في موضوع مهم. اصبروا. ريما. طيب اصبروا. ريما اسمعينا. اصبروا بس شوي. مو قلت لك انك ما تعصبي؟ يو، انتوا ما حد يجلس معكم، خلاص انا طفشت بطلع. ايوه هذا هو. انا ما اعصب اصلا، انتوا اللي طفشتوني وانتوا اللي خليتوني اعصب كذا. انت يا ريما في الفتره الاخيره صرتي تعصبي بسرعه، وكل تصرفاتك انفعاليه. احنا عملنا هذه الحركه عشان انك تغيري اسلوبك التعصيبي هذا. ان يوم كنا نقول لك انك انت تعصبين، انت كنتي اصلا تعصبين، بس ما كنتي تعترفين انك تعصبين.
إيه تقولين لا 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 أنا ما عصبت لك، إنك عصبتي شوية. ها تقولين بس بس بنات، أثبتنا لك فعليا إنك أنت تعصبين. أيوة بصراحة، وأشكركم وأعتذر منكم، وأنا دائما أحمد الله أنكم صديقاتي ودائما توقفون جنبي. ما يحتاج تعتذرين يا صديقتنا يا ريما، أنت صديقتنا وكلنا نحبك، بس إن شاء الله عرفتي خطأك. أكيد عرفت الخطأ. هاي علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.